الموعد 31/3/1980، والمكان بغداد، والحدث المباراة المؤهلة إلى دورة موسكو الأولمبية. والمباراة جمعت الكويت بشقيقه العراقي، والكويت والعراق لكل منهم 7 نقاط، تعادلوا. مباراة يعني لا تتحمل ولا تحتمل التعادل. وكان من ضمن الحضور في استاد الشعب في بغداد سفير دولة الكويت آنذاك الأستاذ المرحوم المغفور له بإذن الله الأستاذ عبد العزيز الصرعاوي رحمة الله عليه، والأستاذ أحمد السعدون عضو مجلس الأمة الحالي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قارة آسيا. أما الوفد الكويتي فكان يرأسه الشهيد الشيخ فهد الأحمد رحمة الله عليه، ومحمد جاسم أمين السر، ومحمد صالح، وفهد عبد الرحمن، والمدرب كارلوس ألبرتو، ومدير المنتخب الأخ يوسف الشملان، والمشرف حسين عاشور. خلينا نتكلم عن هذه المباراة الشوط الأول، والكل يذكر هذه المباراة انتهى بفوز أو بتقدم المنتخب العراقي بهدفين مقابل لا شيء. والكل يذكر أن كتبوا باقي ثلث ساعة مبروك للفائز. الشوط الثاني انقلبت النتيجة وانتهت لصالح منتخب الكويت 3-2، وتأهل منتخب الكويت ولأول مرة إلى أولمبياد موسكو ليكون أول منتخب خليجي عربي عن قارة آسيا يوصل إلى نهائيات الدورات الأولمبية. مثل الكويت في هذه المباراة جمع من اللاعبين عبد النبي حافظ، آدم مرجان، وأحمد الطرابلسي، هذا الآن حراس المرمى، حمود فليطح، سامي الحشاش، جمال يعقوب، أحمد المشيمي، ناصر الغانم، علي بودستور، يوسف سويد، إبراهيم علي، مويد الحداد، نعيم سعد، عبد الله معيوف، محبوب جمعة، وليد الجاسم، محمد كرم، سعد الحوطي، عبد الله البلوشي، فيصل دخيل، جاسم يعقوب، وفتحي كميل. الفريقين نازلين أرض الملعب ليعزف طبعا السلامين الوطني الكويتي والجمهور العراقي وحكام مباراة اليوم. والجمهور هادئ، الجمهور هادئ لحد الآن، والمباراة طبعا كبيرة وما فيها تعادل. إذا انتهى الوقت الأصلي سلام الوطني الكويتي. في مباريات تبقى بالذاكرة ولا يمكن تمحي. إن سألت لاعب يذكرها، إن سألت جمهور يذكرها، إن سألت حكم يذكرها، إن سألت معلق، إن سألت مقدم برنامج، إن سألت كل ما تسأل تبقى هذه المباراة عالقة بالأذهان. أنا أعتقد أهل الكويت كلهم الحي منهم الله يطول في عمره والميت رحمة الله عليه يذكر هذه المباراة، مباراة منتخب الكويت الوطني ومنتخب العراق والتأهيل إلى أولمبياد موسكو 1980. مباراة ما بعدها مباراة، نجوم ما بعدهم نجوم، سواء نجوم منتخب الكويت أو نجوم منتخب العراق. فريق مهزوم بهدفين وباجي ثلث ساعة وعلى أرضه ويكتب على الشاشة مبروك لمنتخب العراق، ويهزم ويفوز منتخب الكويت 3-2. أنا كني قاعد أشوف المباراة من بدايتها إلى نهايتها. نجومها كثير وعديدين، من رئيس الاتحاد رحمة الله عليه الشهيد الشيخ أحمد فهد الأحمد إلى أصغر لاعب في هذه المباراة
الكل شاهد عليها. باسمكم رحب بأحد نجوم هذه المباراة، الكابتن وليد الجاسم، نجم نادي الكويت ومنتخب الكويت الوطني. حياك الله كابتن. الله يحييك يا ابو مشعل، حياك الله. ايش رايك بسوالف عن هالمباراة؟ عجيبة المباراة صدق، ما تنسي، ما بيكون، ما لا يمكن تنساها. وقبل المباراة، خلنا من المباراة الحين، قبل المباراة دار بينكم بين كارلوس بين الشهيد فهد الأحمد، شلون بتدشون هالمباراة مع العراق والتأهل إلى موسكو؟ والله قبل المباراة طبعا، في قبل كل مباراة لازم لابد أن يصير اجتماع ما بين اللاعبين وجهاز الفني، والجهاز الفني والإداري، وطبعا الإداري موجودين. فهد الله يرحمه الشهيد فهد الأحمد طبعا قال لنا أن الملعب فل كله، لابد انه راح يكون فل، ف ما نبيكم تنرفزون، ما نبيكم تعصبون، خلكم هادين، ممكن يقولون علينا، بس المباراة عموما ترى 90 دقيقة. حلو. وخاصة يعني فريقنا القبلي يعني صدق يطبق ان المباراة 90 دقيقة ينشد بالظهر، ما لا ما يكون يعني مو عكس، يعني اتوقع الحين يدش في عليك جول جولين ممكن يعني من الصعوبة التعويض، يعني يكسرون عزومك شوية. ايه. بس قبل لا خلاص، يعني المباراة 90 دقيقة مهما سواء كنت يعني غالب مغلوب 90 دقيقة تتكمل. فدخلنا المباراة وهذا الجمهور يعني صد جمهور، يعني انا تقريبا خليك ترجف، خليك ترجف، وانا كنت تقريبا اصغر لاعب فيهم، يمكن اذا مو عبد الله البلوشي اصغر لاعب وش اسمه، وانا الثاني، والباقي كلهم ما شاء الله يعني اكبر منه يعني مراحل. اي فحتى يعني انا اشوف المباراه يعني توني بدايتنا طبعا. 79 كان منتخب بنغلاديش اللي دوره الخليج في بغداد نفسها، في بغداد 79 وبعدين الدوره هذه على طول. انزين فيعني تجربتك بسيطه، كانت بسيطه جدا، هذا عكس الجاسم فتحي والعنبري والملك فيصل. دخلت دخلنا المباراه وشفتوا هالجمهور، هالجمهور هذا اي ف يا اخوي يعني صدق تحس براي، تحس يعني قبل جول، الجول الثاني، بعدين دشينا بين الشوطين قال لنا صدقوني الشهيد فهد الأحمد، يعني أنا أحس إنه يا أخوي يعطيك يعني روح ثانية خاصة بتوجيهاته في كل شيء، وحتى المدرب كارلوس البرتو هذا. فقال لنا المباراة للحين ما انتهت، ما انتهت، ما انتهت، فبإمكاننا أن نغلبهم وممكن يا نتعادل يا نغلبهم إن شاء الله. فدشينا الجيم الثاني، الجول الأول حطينا، الجول الثاني العجيب اللي شو اسمه ناصر الغانم، ناصر الغانم اللي لو يعني يعيدها مره ثانيه ما اعتقد يعني من الصعب انه يقولها مره ثانيه. انزين والجول الثالث شو اسمه هذا، خاصه يعني كتبوا 2-0 مبروك، مبروك مبروك للفريق الفائز، وباقي ثلث ساعه وربع ساعه، بس اعطاء اللاعبين داخل الملعب وروحهم يعني بشكل ما تشعر. شنو شعوركم وليد داخل يعني انتم خاصه يعني المدافعين والنص، ان تغيرت نتيجه 3 أهداف ايش حسيتوا في الداخل اذا من مقلوب، خاصه يعني تقول قول التعادل، فتحس انه يعني يعني بامكانك تفوز على الفريق العراقي وهذا، فعطينا اكثر، فبالروح بالاصرار بالعزيمه فاستطعنا ان نغلبهم 3-2 ورديتوا للكويت. اي نعم. واستقبال كان مو طبيعي، مو طبيعي، مو طبيعي. رحت موسكو. اي نعم. لعبت في موسكو؟ لعبت في موسكو، لعبت في موسكو. اي نعم. اعتقد تبقى هذه ذكرى عالقه في ذهنك، كاس العالم، كاس اسيا، واولمبياد موسكو. شو تقول لعيالك وليد؟ تعرض لهم المباريات؟ والله لا مو وايد. أيه؟ لان اعتقد عبد العزيز وعبد الله ولدي هم اهتماماتهم اكثر، بس حمد وهذا يعني أيه؟ مهتم بالدراسه اكثر، فما له شغل بالرياضه، بس يتابعون خاصه المباريات القديمه. المهم انك تشعر بفخر واعتزاز طبعا، ما في انك وصلت الى موسكو، ما في شك طبعا، يعني كان انجاز ان توصل لاول مره، اول تقريبا اول فريق عربي اسيوي، اول فريق عربي اسيوي وخليجي يوصل لأولمبياد، ومن ثم كاس وكاس اسيا، اول فريق عربي اسيوي ياخذها. وقدمتوا مباريات طيبه ايضا في موسكو، يعني انتقلتوا للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه اي طبعا طبعا،
يعني من احسن الاهداف اللي سجلت في اولمبياد موسكو كان هدف جاسم يعقوب اللي سكر. هذا عاد له سوالف ان شاء الله ان شاء الله نجيب ضيف ويسولف عنه. ابو حمد الحين ايش تشتغل؟ حاليا تشتغل في نادي الكويت مساعد مدرب تحت 19 سنه. العام خذينا الدوري والسنه العام دوري وكاس والسنه دوري وان شاء الله السنه هذه دوري وكاس والسنه الجايه بعد. ابو حمد اتمنى لك التوفيق ان شاء الله والنجاح ونشوف متالق مثل ما كنت متالق مدافع في منتخب الكويت ونادي الكويت تتالق ان شاء الله في الجهاز الفني والتوفيق ايضا لاداره نادي الكويت ولك انت يا ابو حمد تحديدا. مشكور يا يعطيك طول العمر الصحه والعافيه وشاكر جدا لحضورك. شكرا وانا شاكر لك لاستضافتي في هذه. مشكور يا ابو حمد حياك الله. يا هلا ابو مشعل. فرحان بيلعبها في عادل الصغير لعبها قدام خطره جول 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 كره ملعوبه حلوه في مكان لنزار اشرف بيسجل الهدف الاولاني في الدقيقه 6 في الدقيقة 6 نزار أشرف. شوف علاء لما لعبها له في مكان فاضي نزار أشرف نزار أشرف يسجل الهدف الأولاني في الدقيقة 6 في الدقيقة 6 في الدقيقة 6 بيسجل الفريق العراقي أول أهداف المباراة. اللعب مو معقولة مو معقولة وأنا ساكت ما تحجب. كرة سهلة جدا سهلة خطأ في التغطية في الدقيقة 44 نزار أشرف بيتابعها كرة برغام الحيدري بيلعبها في مكان شوف أبدا بتعدي رايح لها برغام الحيدري بيسقطها نزار أشرف بيتابعها كرة في الدقيقة 44 عدم تغطية سليمة من مدافع الكويت ناحية وليد اللعبة شوف لعبة تابعها اللاعب كسر الدخيل ياسم يعقوب بلنتي بلنتي ضربة جزاء ضربة جزاء بلنتي ضربة جزاء جاسم بيلعبها بتضرب بعيد المدافع بيحطها ضربة جزاء شوف جاسم يعقوب بيحطها تضرب بإيد المدافع حكى المباراة بيحطها ضربة جزاء من اللي راح يشوت جاسم يعقوب جاسم يعقوب راح يشوت ضربة الجزاء واه ثبتها جاسم اول ضربة جزاء جاسم راح يشوت ضربة الجزاء جول جول بيسجل جاسم يعقوب من ضربة جزاء في الدقيقة 24 في الدقيقة 24 جاسم بيسجل الهدف جول من ضربة جزاء يسجل منها جاسم يعقوب ضربة جزاء هدف الكويت الأولاني 25 لعبة هادي أحمد علاء أحمد علاء بيعدي تنقطع توصل لفتحي كميل فتحي بيعدي فتحي كرة معاه بيلعبها لمحمد كرم كرم بينقلها تلعب الراس جول الله جول لمنتخب الكويت الوطني كرة ملعوبة فتحي صلاحها ولعبها لاعب شمال شوف توصل لناصر الغارم ناصر الغارم سقطها على راعي الحمودي جول جول ناصر الغارم في الدقيقة 34
في الدقيقة 34 هدف ما كان متصور لناصر الغانم اللي نزل في الشوط الثاني. ناصر الغانم لعبها براسه بعد ما لعبها فتحي ناحية الشمال لعبت لناصر الغانم جول. تعادل 2-2 تعادل 2-2 وباجي 11 دقيقة العراق ياخذ كورة والكويت منتخب الكويت الوطني مثل ما حصل 76 في نهائي كأس الخليج تقدم العراق شوط الأولاني 2 وتعادل منتخب الكويت الوطني. كرة ملعوبة لعلاء أحمد عادل خضير وكرة مع عادل وبيحاول يمر بيطلعها منه نعيم سعيد نعيم سعد ونعيم سعد برا الملعب رمي سماك نعيم سعد ياخذها نعيم سعد جمال يعقوب بيطولها قدام حسن فرحان ياخذها عبد الله بلوشي فتحي كميل وبيعدي فتحي وبيعدي فتحي وبيعدي فتحي وبيقولها جاسم بيقولها جاسم جول 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 الله اكبر جول مو معقول فتحي كميل وجاسم يعقوب مو معقول جول 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 كرة منتخب الكويت الوطني بيسجل فتحي يا جاسم في الدقيقة 37 ما فيها شيء ما فيها شيء راح الحمود رايح لمساعد الحكم والحكم بيصفر جول الحكم بيصفر جول في الدقيقة 37 في الدقيقة 37 وبيعد الحكم جول 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 يلا يا شباب منتخب الكويت الوطني بيسجل 3 أهداف في الشوط الثاني بيتحرك جاسم بيتحرك فتحي مو معقول شو ما فيها شيء كرة ملعوبة بيعدي فتحي بيلعبها لجاسم يعقوب بيسجل الهدف الثالث 3 منتخب الكويت الوطني 2 المنتخب العراقي